أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. صحفي أفرجت عنه ميليشيا الحوثي لم يجد من يستقبله لحظة الخروج من المعتقل. مواطن ذهب لتقديم شكوى في قسم الشرطة فقتله الحوثيون داخل القسم. ومن أخبارنا المنوعة، ما هي أقدم وأصغر طائفة في العالم؟ أفرجت ميليشيا الحوثي عن عدد من المعتقلين بعد 5 سنوات من الاحتجاز، حيث قامت بتصويرهم وهم يذهبون ويعودون حاملين أكياس بلاستيكية ثم يضعونها يخرجون من بوابة السجن ثم يعودون إليها، وظلت تستخدمهم للدعاية الإعلامية طيلة نصف يوم. ووفقا لعدن الغد، أمهات يمنيات يفضحن الحوثي المفرج عنهم عذبوا أبشع تعذيب، حيث أكدت رئيسة الرابطة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج أن العشرات ممن أفرج عنهم الحوثيون هم مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون وجه حق، وتعرضوا خلال الاختطاف لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وقد أصيب العديد منهم على إثره بالأمراض المزمنة وصعوبة الحركة والاضطرابات النفسية. المسؤول عن ملف الأسرى والمختطفين في الحكومة هادي هيج أكد أن من تم إطلاق سراحهم مدنيون اختطفوا من منازلهم وعادوا إليها، وليس بينهم من كان في القوات الحكومية. المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين قالت أن كثيرا ممن أطلق سراحهم سبق الإفراج عنهم قبل فترة طويلة، بالإضافة إلى أن أغلبهم ليس ضمن قوائم السويد، قوائم ستوكهولم، وهم مدنيون ولا يوجد بينهم أسير واحد. وقالت المنظمة أن الميليشيات الحوثية أجبرت المفرج عنهم على البقاء في مناطق سيطرتها، وقالت أنه لا فرق بين الإقامة الجبرية والبقاء في السجون، لا سيما قيام الميليشيات بإعادة بعض المفرج عنهم مسبقا إلى السجون. وأكدت المنظمة أن الدافع الأساسي لميليشيات الحوثي في إطلاق العشرات ليس إنسانيا، وإنما بهدف التخلص من الأعباء المادية. وأفادت أغلب المفرج عنهم هم من جرحى عملية سجن دمار، والبعض الآخر أصبح معاقا، فيما يعاني آخرون من الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب. نظرية المؤامرة نكتة، تحت هذا العنوان كتب بيير عقيقي مقاله المنشور في العربي الجديد. دائما ما يعتبر كثر في الشرق الأوسط أن كل ما يجري هو مؤامرة، إذا تنفست مؤامرة، وإذا أبديت رأيك مؤامرة، وإذا قلت لا مؤامرة، وإذا اعتبرت أن هناك أمراً خاطئاً يجري واعترضت عليه مؤامرة، إذا قلت أنك تريد إسقاط الأنظمة مؤامرة، وإذا قلت أنك تريد العيش بحرية وكرامة بعيداً عن الدكتاتوريات والقمع مؤامرة، إذا قمت بنقد ديني مؤامرة، إذا وجدت علكة مرمية على الطريق مؤامرة، تظاهرات العراق مؤامرة، احتجاجات مصر مؤامرة، الاعتراض على النظام اللبناني مؤامرة، لا شيء في أذهان أسياد هذا الشرق وأتباعهم سوى مؤامرة. في المقابل، المؤامرة هي في سطوة إيران والولايات المتحدة على العراق. المؤامرة هي في وجود هذه الأنظمة المدمرة للشعوب وتقدمها. المؤامرة هي في تسويق نظريات المؤامرة. ما هذه المؤامرات التي يسرق منها أبناء الأنظمة وآباؤها الشعب وحريته ويكدسون أموالهم في حسابات تمتد من سويسرا إلى جزر الكاريبي؟ ما هذه المؤامرة التي يمنع فيها الناس من الحصول على أبسط حقوقهم البديهية من طبابة وتعليم وغذاء وحريات؟ المؤامرة هي أنتم بالذات القابعون على كراسيكم باسم الشعب وتعملون على تدجينه وجعله عبداً مأموراً لكم. المؤامرة هي التصرف بأموال الشعب وثروات البلاد ونهبها وتقسيمها حصصاً لكم. المؤامرة هي إفساح المجال لأنفسكم لتعطوا أمراً بقتل الناس وسجنهم. هناك من يريد استعباد الناس باسم الأيديولوجيات الدينية والسياسية، مطيحاً حق حصولهم على الحياة الحقيقية، تحديداً تحت شعار في المستقبل سيكون كل شيء لكم. بينما رأينا المستقبل في ماضينا القريب والبعيد من المعتقلات والزنازين إلى الهجرة والتهجير واللجوء إلى الموت على قارعة الطريق، لأن القانون لم يوجد ليحمينا بل ليحمي طغاة أو مشاريع طغاة. بعد عام من اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء، يخرج الصحفي أحمد حودان كأنه ولد من جديد، لكن فرحته لم تكتمل.
ففي ذات اليوم أفسد قناص حوثي عليه فرحته وميلاده الجديد ويعنون الصحوانت. الصحفي حودان قصة إفراج بطلها شقيقه، كيف أفسد قناص حوثي فرحة خروجه. يصف أحمد في حديث للصحوانت حجم الفرحة التي كان يعيشها وهو في طريقه إلى محافظة الجوف. تأكد ذلك الشعور مع تجاوز أول حاجز تفتيش عسكري للجيش الوطني، فهو لم يزل غير مصدق لخبر الإفراج عنه بصفقة تبادل كان بطلها الأول والأخير. شقيقه محمود أحد ضباط الجيش في الجوف بالتعاون مع زملائه وقيادة المنطقة العسكرية السادسة. يضيف أحمد أنه مع الفرحة الغامرة راوده شعور غريب ألم به فجأة وشعر بضيق شديد نزل عليه لم يعرف له سبب. لم يأتي الشقيق محمود لاستقبال أخيه المفرج عنه، ففي يوم خروج أحمد حودان من المعتقل كان شقيقه محمود قد نقل إلى مأرب إثر إصابته بطلق النار في الرأس في مواجهة مع ميليشيا الحوثي. يرقد محمود في غرفة العناية المركزة فاقدا للوعي، لم يترك موقعه ليستقبل أخاه، لكنه بقي في موقعه مدافعا صامدا فأصابته طلقة قناص في الرأس ولم يتمكن من رؤية أخيه أحمد ويفرح بحريته وخروجه من سجون الميليشيا. ويقول الصحوانت أن قصة حودان واحدة من آلاف القصص الحزينة التي عاش تفاصيلها أبناء الشعب اليمني منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر 2014. قتل مواطن برصاص مسلحين من جماعة الحوثيين في أحد أقسام الشرطة بمحافظة إب وسط اليمن، ويعنون المصدر أونلاين. مقتل مواطن داخل قسم شرطة في إب ومقتل معلم وسط المدينة. وقال مصدر محلي أن مواطنا يدعى عبد محمد الزيادي قتل في قسم شرطة بمنطقة مفرق حبيش شمال محافظة إب. وحسب المصدر فإن خلافات بين الزيادي ومواطن آخر تطورت حد ذهابهم إلى قسم شرطة مفرق حبيش، وفي القسم انحاز مسلح الحوثي لأحد الأطراف وصولا إلى مقتل الزيادي برصاص مسلحين حوثيين داخل القسم. وفي موضوع آخر قتل معلم يدعى أحمد الحميدي برصاص مسلحين في منطقة جرافة جوار كلية التربية في مدينة إب، في الوقت الذي لا يزال الجناة طلقاء يتجولون وسط المدينة دون أن يتم القبض عليهم. ويعلق الموقع: تشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية. تهطل الأمطار في دلتا أبين، وبدل من أن تذهب السيول للأراضي الزراعية تشق طريقها نحو البحر. وقد كتب أحمد سويد مقالا انتقد فيه عدم القدرة على إدارة الأرض، وأضاف في مقال نشره عدن الغد: مياه السيول في محافظتي إن لم تصل إلى 90% من الأراضي الزراعية في دلتا أبين لريها فإني سأتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية، وشكاوي لن تكون بإدارة الري في المحافظة التي تسمى سلة الجنوب الغذائية لما تحتويه من مساحات زراعية شاسعة وفيها العديد من الأودية والممرات المائية التي تحمل معها السيول سنوياً وبكميات تكفي لري كل المساحات الزراعية إن تم استغلالها الاستغلال الأمثل. لن تكون إدارة الري طرفاً في الشكوى لأنها تسير على بركة الله، فهي إدارة من دون إمكانيات ولا معدات ولا موازنات تشغيلية، لذا فهي لن تكون طرفاً في الشكوى. ستكون الشكوى ضد تلك المنظمات التي أنفقت مئات الملايين لإصلاح قنوات الري بالاتفاق مع السلطات دون إشراك المختصين في إدارة الري أو الاستعانة بالمهندسين ذوي الخبرة والدراية بالقنوات الرئيسية والفرعية وخطوط سير السيول. تهاون السلطات وعدم اكتراثها لظاهرة الزحف الإسمنتي على الأراضي الزراعية وطمس معالم القنوات والعبارات والنوازع التي تمر فيها السيول لري الأراضي الزراعية التي وقعت ضحية وظلمت كون مساقيها تمر ببعض المخططات السكنية التي استحدثت على الأراضي الزراعية. بحجة توسع المدن والقرى وازدياد عدد السكان والاهتمام بالمنشآت الصناعية على حساب الأراضي الزراعية، وتمحى القنوات وخطوط سير المياه لتصل إلى الأراضي الزراعية البعيدة. كان الأفضل والأولى للسلطات التي تمنح الموافقة على تلك المشاريع أن تضع في اعتبارها إيجاد البديل المناسب للعبارات والقنوات والنوازع التي سوف تمحى وتنتهي بسبب تلك المخططات العمرانية والمشاريع الإسمنتية الصناعية.
وهذا ليس بعسير، وكل ما في الأمر هو إشراك إدارة الزراعة والري ومهندسيها المختصين في تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم لمعالجة تلك المشكلات قبل منح التراخيص والموافقة لعمل المشروع أو المخطط السكني. كيف أصبحت العاصمة المؤقتة عدن بعد سقوطها بأيدي ميليشيا الانتقالي؟ نتابع تفاصيل ذلك من خلال ما تقوله الصحافة العربية ونقرأ من العربي الجديد. عدن تحت حكم الانقلابيين، فوضى السلاح تحول الحياة كابوسا. وتقول الصحيفة أنه منذ الانقلاب على السلطة اليمنية في عدن ومحيطها قبل نحو شهرين دخلت المنطقة في حالة فوضى وغياب الخدمات، وظهرت الكثير من المشاكل التي باتت تشكل تهديدا مباشرا لحياة الناس فيها. لكن ما يشكل القلق الأكبر في عدن هي فوضى السلاح الذي أغرقت الإمارات فيه ميليشياتها المتعددة الولاءات، حيث صار العيش في المدينة كابوسا على أبنائها المعرضين في أي لحظة لغضب هؤلاء المسلحين. تقول العربي الجديد أن عدن أصبحت مخزن سلاح ومسلحين، ولم يعد هناك مكان مختلف عن هذا المشهد، هذا ما يجمع عليه جميع أهالي المدينة. وترى الصحيفة أن الأهالي أمام خيارين، إما المكوث في منازلهم بما يشبه الحصار لتجنب الاحتكاك مع المسلحين، أو المخاطرة بالخروج وممارسة حياتهم كما في السابق أي أيام وجود الحكومة الشرعية. وتقول الصحيفة أن الأهالي يضطرون إلى مغادرة عدن إلى الأرياف أو المدن والمحافظات اليمنية الخالية من هذه الميليشيات، أو حتى مغادرة البلاد لمن يقدر يستطيع ذلك. تقول الصحيفة أن عدد الآليات العسكرية والمدرعات الإماراتية بات أكثر من عدد سيارات أهل المدينة. قالت المواطنة فاطمة عبد الرحيم للعرب الجديد أن الناس في كل مناطق عدن يعيشون في كوابيس وحالة رعب ما حد من حركتهم وحصروا في منازلهم. تفيد الصحيفة في تقريرها أيضا لا يخلو حي أو مرفق أو شارع من المسلحين الذين أصبح عددهم في بعض الأماكن أكثر من المدنيين. في صحيفة الغارديان البريطانية نطالع تحليلا لجوليان بيرجر بعنوان بيع السلاح للسعودية عادة يصعب الإقلاع عنها رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا. يقول الكاتب أن بيع السلاح للسعودية يبدو كما لو كان مخدر يصعب على الحكومات الغربية الإقلاع عنه. فمنذ دخول السعودية الصراع في اليمن عام 2015 أصبحت المملكة أكبر مستورد للسلاح في العالم. وفي عام 2018 فقط أنفقت السعودية نحو 70 مليار دولار على السلاح، أي نحو 9% من ناتجها المحلي الإجمالي. يقول الكاتب البريطاني أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للسعودية، واستحوذت على نحو 70% من السوق السعودي من عام 2014 إلى عام 2018. بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بنحو 10% مما تشتريها السعودية من سلاح. يقول الكاتب أنه في يونيو حزيران الماضي قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم مشروعية مبيعات السلاح للسعودية، قائلة أن الحكومة أقرت بيع السلاح للسعودية دون تقدير صحيح لما تمثله من خطر على المدنيين في اليمن. كذبة اسمها خط أحمر، تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد. أغلب الظن أن الشخص الداهية الذي اخترع مصطلح خط أحمر للدلالة على خطورة شأن ما وعدم التنازل عنه أو المساومة عليه كان له هدف واحد هو تمرير أشياء أخرى لا تقل أهمية وخطورة، تحت ذريعة أنه سيظل مدافعاً شرساً عن الخط الأحمر من دون أن ينتبه الناس أن تلك الأشياء الأخرى الكثيرة كانت هي أيضاً حمراء فاقعة قبل أن يفركها الداهية جيداً ثم يلونها بالأخضر ويبقي على الفزعة الحمراء يلوح بها كلما اشتدت الخطوب. وفيما ينشغل الناس بالمحافظة على الخط الأحمر أحمر ويحرصون على ألا تخفت درجة احمراره أبداً ويدورون حوله كالنار المقدسة، يكون ثمة ما هو أخضر وأخطر قد تعرض للانتهاك والاعتداء واستبيحت شؤون هي في الحقيقة أشد حمرة وخطورة، ولكنها لم تسجل في الثقافة الجمعية قبل ذلك كمقدسات ولم يجري ترويجها كأيقونات لا يمكن التفريط بها. حاجة الناس للخطوط الحمراء في
الحياة ملحة وتشبه حاجتهم لكل الخرافات التي لا يقبلون التنازل عنها، فهم بحاجة لشيء يخافون منه، لردع ما، للحظة مرعبة تستوقفهم في وقت معين، ليتنبهوا كم قطعوا من المشي إلى الأمام أو إلى الخلف أحياناً. وفكرة الخط الأحمر مدهشة، يستحق من اخترعها مكافأة ضخمة، كونها أكثر الحيل مهارة في التاريخ لإبقاء الناس في حالة إنكار واسترخاء. فهم دائماً بخير ما دامت الخطوط الحمراء بخير، ويشيحون بنظرهم إن رأوا أحداً يتسلل من تحت هذه الخطوط أو من خلفها أو قفز عنها بسرعة واختفى. والطريف أيضاً أن الناس يعرفون اللعبة ولكنهم سعيدون بها، لأنهم يحتاجونها للتوازن وللتبرير وللإحساس دائماً بأنهم ما يزال لديهم مقتنيات ثمينة لم يجري إهانتها أو ابتذالها. فهم بخير ما دامت اللعبة تمشي على نحو مرضي لجميع الأطراف، ودائماً ثمة من يجلس في الزاوية بقلم أحمر عريض كلما بهت خط من الخطوط أعاد ترسيمه ليظل أحمر فاقعاً يسر الناظري. موضوعنا التالي من صحيفة الإندبندنت وتقرير لباتريك كوبرن من بغداد بعنوان ارتفاع عدد القتلى مع تحدي المتظاهرين لحظر التجوال. ويقول الكاتب أن العراق على شفا انتفاضة شعبية حاشدة تسعى الحكومة إلى إخمادها، وذلك وفقا لتقرير الصحيفة عن طريق التطبيق الحازم لحظر التجوال والتعتيم على الإنترنت وشراسة السلطات. ترى الصحيفة والتي ترجمت مادتها البي بي سي أن تقييد الإنترنت لم يحل دون خروج المتظاهرين، ولكنه أدى إلى أن يكونوا أقل تنظيما وأقل تركيزا في المناطق البعيدة عن وسط العاصمة بغداد. وفقا للتقرير فإن المتظاهرين في منطقة مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية شرقي بغداد هاجموا مقر الإدارة البلدية وأضرموا نيران في مقر حزب الدعوة. وطبقا للإندبندنت فإن المتظاهرين تقل أعمارهم عن 20، ولهذا لا يتذكرون الفترة الزمنية التي سبقت سقوط صدام حسين، كما لا يوجد قيادة محددة، وهذا يعني أن الحكومة لا تجد من تتحدث إليه إذا رغبت في ذلك. ترى الصحيفة البريطانية أن المتظاهرين يلقون تأييدا كبيرا من جميع أطياف المجتمع في المناطق الشيعية الفقيرة شرقي العاصمة، خصوصا الأطباء والمهندسين الذين يرسلون رسائل دعم وتأييد. احتفل ملايين اليهود مؤخرا برأس السنة العبرية روش هاشانا، ولكن لم يكونوا وحدهم الذين احتفلوا بهذه المناسبة، فهناك الطائفة السامرية أيضا. ومصطلح سامري هو مصطلح عبري مشتق من كلمة شامري أي المحافظ على الديانة السامرية، وعنونت البي بي سي. ما هي أصغر وأقدم طائفة في العالم وبماذا تختلف عن اليهودية؟ لا يزيد عدد أفراد الطائفة السامرية عن 800 شخص، يقيم معظمهم في قرية كريات لوزة السامرية على جبل جرزيم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والبقية في منطقة حولون قرب تل أبيب في إسرائيل. ويعتبر السامريون أنفسهم فلسطينيين، وكانوا ممثلين في المجلس التشريعي الفلسطيني في عهد الرئيس ياسر عرفات الراحل، كما أنهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية رغم إقامة معظمهم في الضفة الغربية. من هم السامريون ولماذا تتناقص أعدادهم؟ تقول البي بي سي أن أصل السامريين يعود إلى إبراهيم، ولكن قيام البابليين بأسر اليهود عقد الأوضاع. فالسامريون يقولون أنه بعد عودة اليهود من الأسر نسوا عاداتهم السابقة. على مدار قرون ظل السامريون الذين ينأون بأنفسهم عن اليهود يصارعون للحفاظ على وجودهم، وفي عصر المسيح كان مئات الآلاف من السامريين يعيشون في فلسطين. ولكن حرب البيزنطيين بين عامي 529 و531 قبل الميلاد أدت إلى تقلص أعدادهم، ومع وصول الإسلام للمنطقة تقلصت أعدادهم أكثر. ورغم أن الديانة السامرية تعتمد على التوراة إلا أنها تختلف عن اليهودية التي يعتبرها السامريون تعتمد على توراة محرفة. ويقول السامريون أنهم أصحاب الديانة الحقيقية لأسباط بني إسرائيل القدامى وليس اليهودية المنتشرة حاليا. وترتكز الديانة السامرية على 5 أركان أساسية هي وحدانية الله ونبوءة موسى بن عمران والتوراة وأسفار موسى 5، تكوين والخروج واللاوين والعدد والتثنية، وقدسية جبل جرزيم ويوم الحساب والعقاب. البحرية الأمريكية ليست مستعدة لمواجهة إيران، تحت هذا العنوان كتب مايكل مورن مقاله المنشور في الفورين بوليسي مضيفا:
بطبيعة الحال لا تمتلك إيران حتى الآن أي شيء متطور مثل صواريخ دي اف 21 الصينية، ومع ذلك فإن صاروخها المضاد للسفن المنتج محلياً نور، وهو في حد ذاته مبني على أساس إعادة هندسة لصاروخ كروز صيني سابق، يعد خطيراً على مدى 100 ميل. وفي العام 2016 اكتشفت السفينة المدمرة يو اس اس ماسون هذا القدر عندما تم استهدافها بالعديد من صواريخ نور التي يبدو أن المتمردين الحوثيين حلفاء إيران في اليمن هم الذين أطلقوها، وكان المزيج من هذه الصواريخ وأسطول إيران من قوارب الدوريات السريعة ورخيصة الكلفة كافياً لإبقاء حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس لينكلن خارج الخليج الفارسي. مع تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في هذا الصيف، هذه لحظة مهمة بالنسبة للاستراتيجيين العسكريين، فحتى ضد ما يعتبرها الجيش الأمريكي قوة من الدرجة الثانية مثل إيران، تظل خيارات واشنطن محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، بينما تتساءل إدارة ترامب عما يجب القيام به في موضوع إيران، سوف تكون خيارات الرئيس دونالد ترامب محدودة، ومن المحتمل أن تكون مقصورة على السفن الحربية السطحية والغواصات القادرة على إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى وطائرات حربية متمركزة في دول شرق أوسطية حساسة سياسياً وغير موثوقة، أو استخدام القاذفات الاستراتيجية مثل B-52 وB-2 المتمركزة على بعد نصف العالم. الآن فجأة أصبحت القوة الجوية البحرية التي كانت منذ الحرب العالمية الثانية السلاح الرئيسي في ترسانة الولايات المتحدة في مثل هذه السيناريوهات غير مهمة. الأحداث كما روتها عدسات مصورو الجارديان من مناطق مختلفة حول العالم، نتابعها في جولتنا اليوم. يظل الكاريكاتير فن ينافس الكلمة والصورة، فيختصر العبارات برسمة واحدة. في محطتنا الأخيرة من حلقة اليوم نتابع جزء من تلك المنافسة. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، كونوا بخير.